مرحبا بكم إلى جولة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع، وعلى رأسها الحملة التي أطلقها ناشطون على موقع إكس تويتر سابقا لكشف حقيقة عملية التجريف التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق العملية التعليمية في محافظة ريمة. ونبدأ من موقع إكس. تفاعل كبير وحملة أطلقها نشطاء ومثقفون من محافظة ريما وغيرها تدشينا للحملة الأوسع التي تنطلق بعد قليل تحت واسم ريما ترفض التشيع، والتي تكشف حقيقة عملية التجريف التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق العملية التعليمية وجهودها الرامية إلى تفخيخ عقول النشء والشباب وتغيير الهوية الفكرية والثقافية للمحافظة. أبدأ بأول تغريدة لزين العابدين الضبيبي عن محافظة ريمة وما تمثله من كابوس لميليشيات الحوثي. تمثل ريمة كابوس للحوثي، فهي من أكثر المحافظات التي تصدر أبناؤها مواجهته في معظم الجبهات، ولذلك يسعى لنشر فكره الظلامي فيها والامتصاص اندفاع شبابها في محاربته ورفض مشروعه العنصري، فقد تكبد على يدهم خسائر فادحة في كل الجبهات الجمهورية على امتداد الخارطة اليمنية. وعن مواجهة أبناء ريمة لعصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية ودورهم في جبهات القتال، يقول عبد الباسط القاعدي: في كل الجبهات ضد ميليشيات الحوثي السلالية كان أبناء محافظة ريمة من بين أشرس المقاتلين على الإطلاق. لقد أذاقوا هذه العصابة صنوف التنكيل ومرقوا كرامة علوجها بالتراب، وبالقدر ذاته ستظل ريمة جمهورية خالصة وترفض محاولات تشييعها. أما فهد الشرفي غرد عن مساعي الحوثيين لامتصاص اندفاع أبناء ريمة في مقاتلة ميليشيا الحوثي الإرهابية. تمثل ريمة كابوس للحوثي، فهي من أكثر المحافظات التي تصدر أبناؤها مواجهته في معظم الجبهات، ولذلك يسعى لنشر فكره الظلامي فيها والامتصاص اندفاع شبابها في محاربته ورفض مشروعه العنصري، فقد تكبد على يدهم خسائر فادحة في كل الجبهات الجمهورية على امتداد الخارطة اليمنية. وعن الرفض المجتمعي لفكر ميليشيا الحوثي وخرافاتها التي جاءت بها من إيران، يقول أصيل السقلدي: روح الفكر السوي لدى الكثير من اليمنيين يقاوم محاولة تكريس الفكر الشيعي الذي جلبته ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها. نحييهم على صمودهم ورفضهم الانحراف والخزعبلات الحوثية الدخيلة. وعن ما تتعرض له ريمة كبقية المحافظات من تجريف ثقافي للهوية الوطنية وإبادة فكرية سلالية، يقول محمد الضبياني: ريمة مثلها مثل صعدة وذمار وإبو عمران وصنعاء وغيرها، جميعا يتعرض أهلها لإبادة ثقافية وتجريف عدواني إمامي سلالي آثم هدفه صناعة واقع مختل وتدجين المجتمع ومسخ هويته الحضارية والدينية والمجتمعية وإحلال هوية فارسية إمامية منحرفة تنتج العنصرية والكراهية والإرهاب. وهذه تغريدة لعبد الله إسماعيل يقول فيها لأبناء اليمن وأهمية منع فرض سياسات الحوثي في التعليم وإدخال الطائفية عليها: مزقوا مناهج الجماعة السلالية، نظموا إضرابات شاملة ومفتوحة، اسحبوا أولادكم من المدارس، استحدثوا برامج تعليمية عن بعد، فكروا بكل الطرق لمنع الجماعة من فرض سياساتها التعليمية، فنحن أمام أكبر عملية تزوير لهوية شعب كامل. وغرد يحيى العابد عن المزايا التي أعلن عنها الحوثيون في مراكزهم الصيفية والتي يفترض بها أن تكون في المدارس الحكومية. هذا ما أعلنه الحوثيون عن مدارس التشيع باسم مدارس الشهيد، وضعت فيها مزايا يفترض أن تكون مزايا للمدارس الحكومية وفق المنهج الدراسي اليمني المعروف وليس الدخيل. أما عن عجز الحوثيين في اختراق محافظة ريمة عن طريق المراكز الصيفية، يقول أحمد المسيبلي: ريمة ترفض التشيع، عجزت ميليشيات الحوثي الإيرانية عبر مراكزها الصيفية عن اختراق محافظة ريمة وتشييعها،
فعمدت إلى فتح حوزة شيعية أسمتها مدرسة شهيد القرآن ليظل فيها أطفالنا 3 سنوات يتلقون الفكر الإيراني الفارسي الدخيل على بلدنا وشعبنا. إننا نخاطب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسهم شرعيتنا وأشقاءنا لإنقاذ وحماية الشعب اليمني من الإرهاب الفارسي الذي يخلق الفتنة والاقتتال الطائفي والعنصري في المجتمع اليمني العربي العريق. وعن أهمية حملة ريما ترفض التشيع وما تقوم به من دور في كسر حاجز الصمت عند كثير من اليمنيين يقول عهمدان العلي: حملة ريما ترفض التشيع من أهم الحملات الإعلامية التي تمت خلال السنوات الماضية لأنها تركز على مسألة حساسة ودقيقة وتكسر حاجز الصمت عند كثير من اليمنيين الذين تم إيهامهم بأن القضية مجرد أمريكا وإسرائيل وشرعية وانقلاب وإصلاح وحوثي ومؤتمر وشمال وجنوب. من حق اليمنيين أن يدافعوا عن معتقداتهم لا سيما وعصابة الحوثي تستهدفهم بشكل ممنهج. وهذه تغريدة لحسن القدوي عن استغلال جماعة الحوثي للحصص الدراسية في نشر الأفكار المذهبية. استغلت ميليشيا الحوثي الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية لنشر أفكارها المذهبية والطائفية في محاولة لتغيير الهوية الثقافية للمجتمع في ريمة كجزء من المجتمع السني وحاضنة المذهب الشافعي. مصطفى غليس غرد عن دور أبناء محافظة ريمة في مقارعة ميليشيا الحوثي بجبهات القتال طيلة سنوات الحرب. ريمة من أكثر المحافظات التي تصدر أبناؤها مواجهة الحوثي في معظم الجبهات الجمهورية وعلى امتداد الخارطة اليمنية وتكبد على يدهم خسائر فادحة في كل الجبهات الجمهورية، ولذلك يسعى لنشر فكره الظلامي فيها والامتصاص اندفاع شبابها في محاربته ورفض مشروعه العنصري. في ذات السياق وعن ما صدره أبناء ريمة في جبهات القتال يقول خالد العلواني: عرفت ميليشيا إيران الحوثية بطولة وأقدام أبناء محافظة ريمة في جبهات المواجهة وأدركت أن رجال هذه المحافظة الأبية كجبالها في الشموخ وكالجن حين البأس، فقررت التسلل إليها كخلايا سرطانية عبر نشر التشيع والحقد الأسود، لكن ريمة لم تمنحها في السلم ما لم تنله في الحرب. أخيرا من موقع إكس وعن رفض اليمنيين كافة التشيع الذي جاءت به ميليشيا الحوثي يقول مختار الفقيه: ليست فقط ريمة ترفض التشيع بل واليمن عموما يرفض التشيع الإجباري الذي تمارسه ميليشيات إيران من خلال تحريف المناهج واحتلال المساجد وفرض الخطباء الطائفيين وإغلاق مدارس التحفيظ وإجبارية الدورات الطائفية وإغلاق الجامعات والمراكز الدينية. هي حرب طائفية يرفضها الشعب ويقاومها بقوة. إلى فقرة وايترند وأبرز الموضوعات العربية والعالمية التي تداولها رواد المواقع. ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في مناطق متفرقة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب وقوع الكثير من المناطق في نطاق ما يعرف بالقبة الحرارية. فالمغرب سجل أعلى درجة حرارة في تاريخه بعد تجاوز الحرارة 50 درجة في البلاد. في نفس الوقت سجلت سوريا والعراق درجات حرارة قياسية أدت إلى تعضيل الدراسة في العراق بعد تجاوز الحرارة في 13 مدينة نصف درجة حرارة غليان الماء. ولكن الأسوأ من ذلك ما يتعرض له النازحون في مخيمات اللجوء في سوريا، فبسبب ارتفاع درجة الحرارة تحت جحيم الشمس الحارقة، تابعوا معي هذا الفيديو ماذا حصل لهؤلاء الأطفال في مخيمات اللجوء في سوريا. يا شباب العالم ماتت، العالم ماتت بالمخيمات يا جماعة، العالم ماتت. هي مخيمة هي يا شباب الأطفال، أطفال يا شباب الأطفال. شوف شوف حسبنا الله ونعم الوكيل على القادم. شوف يا شباب جوا ما بينبرك يا زلمة، جيبوا سيارة
بعد السيارة يا شباب. الشوب صار ثالث حالة اليوم عنا في المخيم سجر التوت في جنديرس، متضررين الزلزال، ما في حدي ولا في الخدمات ولا في لا أرض ولا سقف، عوازل ما في، طاقة ما في يا شباب الأولاد كرمال الله. ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسية. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن توقيع العقد سيتم بعد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية، وبهذا ينضم نيمار إلى كل من البرتغالي روبن نيفيتش القادم من وولفرهامبتون الإنجليزية، وخالد كوليمبالي القادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، ولاعب لاتسيو الإيطالي السابق الصربي سيرقي سافيتش، إلى جانب البرازيلي مالكوم الوافد إلى الهلال من زينيت سان بطرسبورغ الروسي مقابل 60 مليون دولار. تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع عملية نهب جماعي لمركز تسوق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أيام. تداول ناشطون مقطع فيديو في مركز ويسفيلد توبانجا التجاري في مقاطعة لوس أنجلوس يوثق اقتحام حوالي 20 إلى 30 شخص مقنعا للمركز التجاري. عث السارقون خرابا في المركز وتمكنوا من الفرار بعد أن سرقوا العديد من البضائع الباهظة الثمن. دافعت كريستين هاريلا صاحبة الرقم القياسي العالمي لأسرع عملية تسلق لقمم العالم 14 فوق علو 8000 متر عن نفسها بعد انتقادات اتهمتها بتجاوز مرشد جبلي يحتضر عندما تسلق قمة جبل كيتو في باكستان. ومع دليلها النيبالية تنجين شيربا تسلقت النرويجية هذه القمم 14 في 3 أشهر ويوم واحد منتزعة الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله سابقا النيبالية البريطانية نيرمال بورقا. لكن هذا الإنجاز شوه جدل يستعر منذ أيام، إذ أظهرت لقطات مسجلة بواسطة طائرة مسيرة نشرها متسلقون آخرون هاريلا وفريقها يمرون بجانب محمد حسن وهو من فريق آخر توفي بعد فترة وجيزة، وقد بدأ في اللقطات بوضوح بأنه ينازع، فيما وصلت المتسلقة النرويجية صعودها إلى ثاني أعلى قمة في العالم لتحطيم الرقم القياسي ويتركون محمد حسن للموت.
من أعلى قمة جبل كيئثمان في باكستان، وصلنا القمة رقم 14. استطعنا تسلق جميع القمم 14 خلال 3 أشهر ويوم واحد. نحن سعداء جدا لأننا ننشر لكم هذا الخبر. دخلت امرأة أمريكية تدعى إيرين هانكيت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أن أصبحت صاحبة أطول لحية لأنثى في العالم. مسؤولون في غينيس قالوا بأن طول لحية إيرين البالغة من العمر 38 عاما يبلغ 30 سنتيمتر، وقد نمت لحيتها بسبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض. 13 years old, probably going into puberty, I was noticing I had to start shaving my face or waxing it or using Nair on it to kind of make it look more smooth. That I had PCOS, which is polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome is where you get cysts on your ovaries and they can change your hormonal balance and cause your fallopian tubes to not produce the eggs like they should. So since the age of 13, I was probably shaving at least 3 times a day. The doctor told me that if you think positively, you heal 3% faster. So I became the most positive person in the entire world. The best thing about having a beard is probably that it hides my double chin. It gets stuck in everything. So when I'm eating, I have to put my beard in my shirt usually, or I braid it so that way it kind of is out of the way some. During the lockdown, it really gave me a chance to build my confidence in growing a beard. I was telling Jen, my wife, that I was tired of shaving, and so she's like, just stop shaving then. So I was like, okay. So I stopped, and you wearing masks really helped with building my confidence and going out in public. To be recognized by Guinness World Records is actually really awesome to me. I never thought that I would be able to obtain or achieve a goal that would let me be in a book. And it's just kind of a nice thing to be recognized for, even though it's something that just happens naturally for me. I don't have to do anything special for it to grow. هذا ما لدينا اليوم على مواقع التواصل. نلتقي في جولة جديدة يوم غد على نفس الموعد. إلى اللقاء.